بيري مجموعه بلاصات كاملين بس هنايا حدا الميكرو يعني بلبل اليوم غنم بلبل هذا فرنسا بيري النشيد الوطني المغربي انا الاولي غنوقف مال المغرب وحما انت منتدى وحما بالجسد هب فتاة لبنيتا في فمي وفي دمي وكترى نور ونار إخوتي هيا للعلا سعيا نشهد الدنيا أنه لا نحيا الوطن خوتي الجزائر كتشجع المنتخب المغربي اليوم تحيات المغرب وهكذا جات البداية مفتوحة بين طرفين ننتظر رد فعل المغربية التحضير بهذه الصورة كانت قوية ديال تمريرة من الحكيم كوفاشيتش مرة أخرى من الجماهير بالشعار واحد يونايتد هنا الخطأ المتكامل المدافع من هذه الزاوية الكرواتية طلبت كذلك بوجود ركلة جزاء ليفاكوفيتش مثل اللاعبين الذين لم يخوضوا اللقاءات السابقة بدر بانون كان حاضر كبديل في بعض المباريات في حلف الجهة اليسرى بالفعل استلام ليد الكرة لطرف اللاعب يحيى الدراري كي جاكم الماتش الدراري؟ مزيان لعبوا الدراري لعبات ياك؟ لا طلا والو لي بليسير بزاف ياك؟ بالرعوج ما مسعفناش الحد ولكن اللعاب تقاتلوا ان شاء الله يوجدوا الدراري صغار هادو كلهم ويكون خير نعاونهم بشي ان شاء الله ديما مبارك نوجد صافي داكشي اللي كاين اخويا شوف اخوتي شحال ديال الجماهير شي فراش الدراري كي جاكم الماتش المهم الماتش ما كانش المهم ضغطوا عليهم كان بحال الماتش ديال فرنسا تقريبا يعني لعبوا الاصابات كلشي البليسير بزاف يعني قال لعاب شكون بقى وبحال دخلنا بمنتخب ثاني ما دخلناش بالمنتخب الاول ديالنا والحمد لله وشكره جينا المرتبه الرابعه في المونديال شي حاجه اللي كبيره يمكن 32 كبيره منتخب اللي في المونديال يعني حنا كنا طامعين في الكاس شحال من قاره وشحال ما جينا حنا الرابعين فيهم راه شي حاجه طامعين في الكاس كنا طامعين في الكاس طمعنا راه كيبان لنا صافي دابا هذا العام الجاي نهار 2026 ان شاء الله نعاود نحاولوا يكون خير ان شاء الله يكون خير ان شاء الله يا هذا اخر ماتش هنا قطر سالت مغامرة كأس العالم مع الأسف المنتخب المغربي والله الحمد لله الماتش زين ما ماكو فرق بين المرتبة الثالثة والرابعة هو الإنجاز إنجاز كبير ونتفاخر ونفتخر بالمغرب مهما كان الله يخليك سواء العرب والأمازيغ فيهم على رأسنا الحمد لله خليك إن شاء الله مرفوع إن شاء ديما مغرب ديما مغرب شكرا شكرا ديما تحيات السلام عليكم صوري عزيز سقسيك كي جاك الماتش بعد شتي الماتش ولا لا تفرجتيه عطيت الماتش زوين خسرنا ولكن كنا كنسحقوا الفوز الحكم عطاناش بلاتي في الاخر كان شويه العياء في الماتش الاخراني ولكن صراحه كنقدموا اداء جميل سير 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 زيدي معاهم سير 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 شوف تريناش تنين شوف 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 المغاربه ديالنا ما شاء الله ديما مغرب شوف واو 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 خويا ديما مغرب الدراري هذا تلاقيتو تلاقينا في الطوبيس جد فخورين اخي واخا ما كثر مناش يربحوا
جيد فخوري الحمد لله. هذا هو الطريق الى القمه، ماشي ضروري توصل دغيا. اه طبيعي شويه شويه ربي يخليك الله العزيز بنورك. فرحانين 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 من قلبنا. I think they played the ball equally the same. Just today, Croatia got lucky and they scored two goals. So, but otherwise, they were both very good games and they both deserve medal. Okay, it's good. Thank you. شوية ما كانش عندهم لاشون، شوية الاكسبيريونس. 1-2-3 في الجزائري وديما المغرب. داروا شي حاجة اللي غتبقى مجورخة في التاريخ. علاش وصلنا شي حاجة اللي ما عمر شي فرقة لا عربية ولا إفريقية دارتها؟ دونك حنا فرحانين. اوكي شكرا خويا بارك الله فيك. تحية للجزائر. هو صاحبنا الجزائري شنو نديرو؟ اي نورمال. من هنا خونا وحبيبنا. حبيبنا ما نديرو. نحبوك يا خو نشتوك. انا غنشتوك. داخل معنا في الدم. ايوه. والله نشتوك. السلام عليكم اختي، كيف جاك المنتخب المغربي؟ الحمد لله منيح. منيح؟ شو رايك الاداء بصفه عامه في الاداء؟ ممتاز واكثر مره كانوا حيفوتوا جول ثاني بس ما صار نصيب ان شاء الله. بس بصفه عامه على البطوله كلها كيف جاك اداؤه؟ الحمد لله ممتاز انه وصلوا لهون، يعني هم اول منتخب عربي بيوصل لهالمرحله. ان شاء الله الف مبروك ان شاء الله المره الجايه يكون احسن ان شاء الله. شكرا. الاخت منين؟ من سوريا. من سوريا تحيات. شكرا. الماتش النهارده كان ممتاز جدا، اداء عالي للمغرب. ما كانوش موفقين، لعبوا اريح من الماتش اللي فات. صفة عامة المغرب في البطولة كيف؟ المغرب اسطورة، وعشان باقي الفرق الافريقية او العربية توصل للمستوى ده محتاجة انها تغير قرارات جوه الاتحادات بتاعتها، وبالتوفيق ان شاء الله في البطولة القادمة. ان شاء الله يا رب، ربنا يخليك. شكرا. كان رائع. رائع. الاخ منين؟ من مصر، بس يعني اتظلم شوية حبتين. حبتين. فريق يشرف كل العرب بصراحة. الحاجة اللي عايز اقولها، انتوا لو جالكوا نص الحظ مش ربع الحظ اللي جه لفرنسا كنت كسبتوا الماتش ده. شكرا حبيبي. لمكسيكو. لمكسيكو. بس كيف preparas aquí؟ dime. Estamos haciendo Francia contra Argentina. Francia contra. ¿Dónde está Francia? Francia. Este es Francia. Es este filete en una mantequilla. Y ese es Argentina, va a llevar el chimichurri. ¿Y tú dónde eres? De México. De México, sí. Pues me parece que tú llevas Argentina en el corazón, ¿no? Un poco, sí. Como ser de América, la, ¿sabes? Claro. El sur, total, latina, total. Pues bueno. ترى دي بيت حماقه المونديال كاين هذا التيك توك على اليوتيوب عشان انا وصلت عندي نص واقف وكيطير رجلي كامل. شيء خرافي، وكانت نقلة نوعية، وكان تميز يعني فاق السنوات الماضية. يعني فعلا احنا كنا كل امل انه احنا يحصل تقدم افضل، لكن شاءت الاقدار انه يصل لهذا المربع الذهبي وتنتهي المسيرة. لكن ان شاء الله في السنوات القادمة تكون الحظوظ باذن الله عز وجل افضل واقوى ان شاء الله. الحظ وقف ضده في اخر مباراتين. والله صراحه فخر فخر. المنتخب المغربي اداء مشرف جدا، وانا جدا معجب بالمدرب وليد الرقراقي جدا على الدول العربيه ان تودي لاعبينها الى اوروبا، عشان يعني اذا قدموا او اذا شاركوا في اي بطوله عالميه يادون بشكل ممتاز مع بلادهم ويشرفون العرب نفس ما شرفونا المغرب. سير لعبه خيريه. يلا شد نحط الهول مشان اعطيها القصه اخويا. سير اخي. واحد واحد. ثلاثه دابا، ثلاثه نزيرو ثلاثه. دابا جيش بهم، ها هذا وهذا اثنين. Shut up!
المغرب كسرت عينه. المغرب كسرت عينه. كسرت عين وين؟ مربوحة. كريستيانو. الكويت. مربوحة. تحياتي. مربوحة. كسرت عينه. سووا اللي ما تسوى صراحة. ما قصروا في كل جميع المباريات صراحة ما قصروا. حتى مباراة فرنسا ومباراة اليوم ما قصروا. المغرب على المباريات. ما في مراد ما تشوف كورة. أحسن لك.